في ترند كده غريب قوي ظاهر في مصر اخر سنتين. كل ما بنزل مصر الترند ده بلاقيه، اللي هو من ساعه ما امير قرار عمل المسلسل بتاع باشا مصر ومصر كلها مربيه شنبها، يعني كله عامل الشنب التخين ده، حتى الشباب ومش عارف، وبالذات كمان معظمهم طبعا الضباط. اي واحد متخرج جديد من كليه الشرطه بقى ضابط، ان شاء الله امين الشرطه، امين الشرطه من زمان بيربي شنبه كده كده. عايز اقول لك ان الترند ده مقرف، اقسم بالله مقرف، يعني شكله وحش، شكله وحش، يعني انت شكلك مش لذيذ لما تربي شنبه. مش عارف يعني بجد ترند مقرف قوي بجد، ما بحبوش. النهارده قررت بقى ايه؟ الغي ام الكسل اللي عندي ده وانزل اعمل حاجه في العربيه من بدري، نفسي اعملها بس انا كسول جدا ومش عارف اصلا اعملها ازاي، ولكن اتفرجت على كذا فيديو لقيت الحل. النهارده عايز اشيل دول الاثنين السود دول قدام في العربيه، علشان السبويلر اللي انا اشتريته لسه ما ركبتوش لحد دلوقتي، اللي هي اللب او الشفه اللي قدام دي، فهي هتركب هنا. ولكن انا ما كنتش عارف ازاي اشيل دول لان ملزوقين باللزق ال 3M لو فاكرين اللي انا عملته. فالحل الوحيد علشان اشيل اللزق ده يا اما بالمسدس الحراري، يعني زي الاستشوار بس اللي هو القوي شويه بتاع الورش وكده، او استخدم البتاعه بتاعه الاسنان دي. المفروض تيجي كده تحت اللزق اللي هو ال 3M اللي هو ليه طبقتين دوت، تيجي من تحت بس تفك اللزق كده بس ايه يا دوبك شويه، وبعد كده تبدا تسحبه واحده واحده وبالراحه. فنبدا وربنا يسهل. اول حاجه عايز اعملها اغير شكل العربيه، اجيبها قدام علشان انا لو قعدت قدام الناس كل شويه بالجراج بتدخل وتطلع. نبدا الشغل، العربيه لازم تترفع. الفكره بقى ان اللزق ده علشان ملزوق بقاله مده على ما اعتقد، يعني مش هيطلع بسهوله. حاجه كمان في اللزق ال 3M ده، بيقول لك لما تيجي تشيله ده مش اللزق اللي بيتشال بالعافيه، هو معمول ان انه يتحمل اي صدمات واي حاجه، فلما تيجي تشيله يا دوبك بتفك حته من اللزق كده، فاهم انت؟ يعني تقشطها باي حاجه سن كده، تبدا تسحب واحده واحده، هو بيتشال واحده واحده هيبدا يفك من بعضه. طلعت اخيرا. طبعا في بواقي لزق كتير، ولحد دلوقتي سهل ان انا بشيلها بايدي بسهوله يعني، ولكن يعني حتى لو ما طلعتش، انا وريتكم قبل كده في الفيديوهات بتاع تعديل العربيه البتاع الرابر اللي هو شبه الاستيكه ده، بتحط في المسدس او الشنيور الكهرباء وتقعد تمسحها واحده واحده بيطلع كل حاجه، ولكن هو بيطلع سهل يعني مفيش مشكله. الاولى خدت وقت اطول شويه، فدي المفروض يعني في الانجاز. الاثنين طلعوا الحمد لله. بعد كده هروح بقى اجيب السبويلر من المخزن اللي تحت واركبه. اللي بيسال ليه انا خشلت دول، ما انا ممكن اركب السبويلر تحتهم، وانا بصراحه انا عايز يعني اخليهم، عايز الجناب اللي فوق اللي هي ايوه اللي هي كانوا مركبين عليهم دول يفضلوا سودا، ويجي السبويلر اسود من تحت، او السبويلر لب اللي هي الشفه يعني اللي تحته بسوده، يبقى شكله حلو زي القديم يعني. ولكن السبويلر اللي انا جايبه بيركب على العربيه من غير دول، لان دول يعني بصوا كده هقول لكم حاجه، دول لحد هنا لحد الخط ده المقاس مظبوط من اول صباعي كده لحد تحت، لازم يتقصوا وتركب بس الحته دي. فانا بدل ما اقصهم على العربيه اركب السبويلر الاول وبعد كده اقصهم براحتي. سهل عدى، جه بقى وقت صعب. العب بقى. انا مش عارف السبويلر ده وريتهولك ولا لا، ولكن هو ده اللبه الجديده معموله بديزاين مختلف تماما. لو انتم شايفين كده من هنا عاليه من فوق، فدي لازم تركب على الاكسدام الاوريجينال بتاع العربيه بدون اي اضافات، عشان كده شلت الاثنين. اوكي قبل ما اركب طبعا اشوفه ايه مناسب ولا لا بالحجم وكده من غير ما افك اللزق اللي عليه، بعد كده لو مناسب هركبه ولو مش مناسب هركبه برده. المسألة صعبة جدا 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 لوحدي، صعبة 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 شيت.
وعامه شكله هيبقى جامد. يعني بص عامل ازاي, هيبقى جامد جدا, ولكن ده عايز شخصين. انا ممكن اطلع اجيب كوكو, ولكن كوكو مش يعني مش هتعرف تعمل معايا الموضوع ده, فعشان خاطر الشنبي اللي انا مربيه ده لازم بقى اشوف حد من الشباب يجي يعمله معايا. للاسف هو شكله كده يوم فاشل من اوله. الساعه دلوقتي بقت 6:30. انا اعتقد انا هنهي اليوم على كده, لان انا حزين للاسف. في كذا حاجه ممكن اعملها بس مانيش مزاج بصراحه. يعني عايز الون الفرامل, عايز الون الجنوط, المراوح بتاعت التكييف مكسوره كلها, فجبت واحده يعني احسن من اللي راكبه اصلا, يعني احسن من الاوريجينال, حاجه متينه متينه يعني. ولكن دي برضو عايزه شخصين عشان هتفك البانل او التابلو كله اللي قدام, فانا متضايق. كان نفسي انجزها لوحدي, ولكن يلا مش مشكله. تقريبا كده العربيه مش هيحصل فيها حاجه النهارده غير حاجه واحده بس. فكر على الاقل كده ايه اللزقه دي. انا كنت جايبها للعربيه الموستنج زمان, وزمان يعني السنه اللي فاتت يعني, وركبتها تقريبا في العربيه الموستنج قبل كده. ركبتها ورا, لو في صوره اوريها لكم. بفكر الزقها على الازاز من ورا, ولكن انا مش عارف احطها فين. هبقى اتحط تحت, حط فوق كده, حط في نص العربيه او هنا, مش عارف. نص العربيه واحد, ممكن تقريبا فوق على الشمال. طب هنا تحت شويه تقريبا, ده انسب مكان, او تحت على الشمال. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت فوق على الشمال ولا تحت على الشمال, او لو في مكان احسن تتركب فيها. قدام طبعا مش هتنفع عشان دي المفروض يعني محطوطه اللي راكب وراك, يعني اللي هو يقرا كلمه ايه, استنى البوست بيحمل اللي هو التربو يعني بيحمل, وهوب العزمه هيديك يعني. فالمهم اكتبوا لي في الكومنتس تحت ونشوف يعني نجمع الاراء, اكتر اراء موجوده يعني هنلزقه, سواء على الشمال فوق او على الشمال. يعني حتى دي اللي كنت هلزقها دلوقتي مش هلزقها, هستناكم لما تردوا عليا انتوا الاول. اوكي, ودلوقتي وقت الترويق. كل ده وده هيرجع مكانه, وكل ده هيتروق. بصوا ان انا شلت دول على الفاضي, شلتهم على الفاضي مش انا بكده. وطبعا يعني نص النقل دوت لازم يتروق, لازم. انا اسف, انا عارف ان انا مهمل. اوكي, الشنطه زي الفل, تقريبا خدت كل حاجه انا محتاجها. انا عارف انا مالي الشنطه كميه حاجات دلوقتي بس محتاجها, احتمال ان انا في اي وقت وانا بره اكون محتاجها. لا غير كده كنت سبتها دلوقتي هنا في الجراج, فعلشان كده سايبها. ولكن المكان واسع وكفايه. هنا المكان ده لشنطه التنس, دي الكوتشات, دي الكور, والشنطه البني دي بتاعت الكوره, وفي نفس الوقت فيها غيارات يعني فيها تيشرتات وشورتات, فاهم انت, وملابس داخليه كده. يعني الواحد وهو بيلعب تنس او بيلعب كوره بيحتاج فيها مثلا جاكيت خفيف لو الجو سقع يعني. كل حاجه هنا تمام, بيطلع معايا فوق, وده برضه هيخش المخزن. انا كده شغلي في الجراج انتهى.